يواصل معبر رفح الدولي فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية. أفادت قناة القاهرة الإخبارية بدخول أول شاحنة محملة ب 25,000 لتر من الوقود إلى قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح، وذلك منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر الماضي. كان المعبر قد شهد أمس دخول قافلة إغاثية تضم 150 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية. كما شهد المعبر خروج 400 من رعايا الدول، فضلا عن استقبال 4 حالات من المصابين الفلسطينيين.